الثوار الليبيون بدأوا يزحفون نحو طرابلس، حيث ينتظرون المعركة الحسم ضد كتائب القذافي. فهم أعلنوا أنهم سيطروا على مدينة زليتن الواقع على بعد 150 كيلومترا شرق طرابلس وأخرجوا قوات القذافي منها. وكانت المعارك بدأت بقصف مدفعي على مواقع قوات القذافي وأتبعت بتقدم سريع لقوة مشاة من الثوار. تقع مدينة زليتن الواقع بين مدينتي طرابلس العاصمة غربا ومسرات شرقا، وأسفلت المعارك الضارية التي نشبت بين قوات القذافي والثوار عن مقتل 32 شخصا من صفوف الثوار وإصابة نحو 120 شخصا آخر. وكثف الحلف الأطلسي غاراته على ضواحي العاصمة الليبية، ودمر مقر سكني لرئيس المخابرات الليبية عبد الله سنوسي الذي صدرت ضده مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.